بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض أهم المسائل اللي جت قبل كده في الاختبار العملي. طبعا مش هنقدر ناخد جميع المسائل اللي جت قبل كده، ولكن هناخد الأنواع الأساسية اللي أنت من خلالها لو أنت ذاكرتها بشكل كويس بإذن الله هتقدر تحل أي سؤال في الاختبار العملي. الأول يا ريت كلنا اللي مشترك معايا أو اللي مش مشترك يدخل الجروب المجاني للمادة، لأن أنا عندي جروب مجاني ممكن ندخل فيه عشان نستفيد. هتلاقيه لو أنت عندك لو كتبت على يوتيوب بس تي ام 105 هتلاقي القايمة بتاعتي في الأول اللي هي اسمها تي ام 105 كومبليت. لو بسم الله دخلت الرحمن فيها أول فيديو اللي هو مقدمة هامة وكاملة عن المادة هتلاقي فيه تحت هنا لينك الجروب المجاني، لو ضغطت عليها هتدخل الجروب المجاني اللي هو ده، أو هتلاقيه في وصف الفيديو اللي أنا بشرحه دلوقتي. تمام. بالنسبة للي عايز يذاكر الاختبار العملي، المفترض إن إحنا نذاكر أول 4 شباتر، شابتر 1 و2 و3 و4. ممكن تركز شوية على شابتر 3 اللي هو شابتر 3 بارت 1، شابتر 3 بارت 2، وتمارين شابتر 3 مهمة جدا. و هتلاقي عندي على اليوتيوب شابتر 5 هو بديل شابتر 4، لأن الدروس عندي مش شفتة، فشابتر 5 بارت 1 ده يعتبر شابتر 4 اللي هو بيتكلم عن اللوب، شابتر 5 بارت 2 وتمارين شابتر 5. دول تذاكرهم مع مذاكرة المراجعات الاختبار العملي، إن شاء الله تكون متمكن من الاختبار العملي بشكل كامل. طيب المهم تعالوا نبدأ مع بعض في الايه الاختبار العملي ده. هنا كده اول نوع من انواع الاسئله اللي هو السؤال اللي انا من شكله بعرفه، اللي هو سؤال المساله الحسابيه. دايما السؤال ده بيجي وجواه مساله حسابيه، حتى لو انت مستواك ضعيف شويه في الانجليزي ممكن من خلال كده المنظر تعرف ان هو مدي لك هنا مساله حسابيه، يبقى هو عايز ايه. ها، على الاول نغير ده عشان تغير الخط، بتغيره من تولز، تولز، بعدين اوبشنز، فونتس اند كولرز، بعدين ممكن نختار مثلا الخط 24. انا بفضل النوع اللي اسمه كوميك سانس كده. تمام. ممكن نعمل كلاس جديد لان هو بيقول لك انا عايزك تعمل لي كلاس اسمه سفير فوليوم. والكومنتات دي مش عايزينها ممكن نشيلها. ولو عملنا مثلا، مفترض ان انت بتحط كمان المين ميثود هنا، تقول له public static void main. الجزء ده انت بتكتبه فلازم تكون حافظه كويس، public class sphere volume، والمين ميثود لازم تكون حافظ الطريقه بتاعتها. ده اول حاجه. ممكن لو عملنا run ده كمان عشان نكبر الخط بتاعه، كنترول من لوحه المفاتيح وبكره الماوس وتكبر الخط شويه كده. طيب اول حاجه، السؤال اللي هو سؤال المساله الحسابيه ده، اعرف على طول اول ما تشوفه وتشوف ان في مساله حسابيه في 3 خطوات لازم تعملها. اول خطوه اللي هي الانبوت، تاني خطوه اللي هي الكالكيوليشنز اللي هي الحسابات، ثالث خطوه اللي هي الاوتبوت. اي سؤال مساله حسابيه لازم يكون فيه 3 خطوات الرئيسيه دول. من منظر السؤال كده لو انا شفته كده، تفتكر فين الانبوت؟ هو هنا في عملية حسابية 4، أكيد مش هي الانبوت، مش هي الانبوت لأن أنا مش هاخدها من المستخدم. 4 على 3 دي أرقام هو مديها لك، والباي هي 3.14، والآر اللي هي الريديوس أكيد دي هي الانبوت اللي أنا هاخدها من المستخدم اللي هي نص القطر. تمام. طيب هعمل كالكيوليشن ليه؟ عشان أحسب إيه؟ عشان أحسب الفوليوم. يبقى أنا في الآخر الأوتبوت بتاعي هيكون هو إيه؟ هيكون الفوليوم، لأن أنا بعمل العملية الحسابية دي كلها عشان في الآخر أطلع الفوليوم عشان اطبعه للمستخدم. يبقى الانبوت انا عرفت ان هي الار. الكالكيوليشنز اهي، دي اسمها الكالكيوليشنز اللي هي العمليه الحسابيه. الاوتبوت اللي هي الفوليوم. انا عرفت الثلاثه دول يبقى انا حليت السؤال. تمام؟ حليت اصلا السؤال. هو بيقول لك write java class called sphere volume that reads from the user، هتقرا من المستخدم integer، عدد صحيح، بي ريبريزنت الريديوس، يعني مطلوب انك تقرا الريديوس من المستخدم. اول حاجه في الانبوت، انا عشان اقرا قيمه من المستخدم لازم اقول له سكانر، ده كلاس اسمه سكانر، انبوت بيساوي نيو سكانر، وهنا سيستم دوت ان. السكانر دي لازم اعمل لها امبورت لانها موجوده في باكج، فلازم اعمل للباكج امبورت، اقول له امبورت جافا دوت يوتيل دوت سكانر عشان الايرور يروح بالشكل ده.
طيب وبعدين عايز اخد من المستخدم الار اللي هي الريديوس اوف سفير، اقوم جاي هنا مطلع له رساله اقول له انتر ذا ريديوس اوف سفير، واجي هنا نوعه ايه الريديوس؟ هو قال لك هنا ايه؟ هتاخد من اليوزر انتجر عدد صحيح بيريبريزنت الريديوس، يبقى لازم تيجي هنا تقول له انت، ممكن تسميه ار او ريديوس زي ما انت عايز، بيساوي input dot next int. شكرا، خلصنا كده الانبوت. هل من خلال الانبوت ده نقدر نحل المعادله الحسابيه ونعمل الكالكيوليشن؟ اه طبعا نقدر، بكل بساطه نقدر. بس الاول تفتكر هنا الفوليوم ده لما نيجي نعمله، واحنا كل الموضوع ان احنا هنعمل المعادله الحسابيه دي، لما نيجي نعمل الفوليوم ده هيكون من نوع انتجر ولا دبل؟ بما ان هنا في كسور يعني 4 على 3 هتدي لك 1 وكسر، صح؟ دي عمليه قسمه وضرب ممكن يكون فيها كسور، يبقى الفوليوم من نوع دبل. يبقى هتقول له دبل فوليوم بيساوي 4 على 3 في الباي، ممكن نقول له 3.14%، وممكن نقول له احسن math dot by، في r اس 3 يعني r في r في r، تنفع كده. وينفع ان احنا نقول math dot pow r اس 3. خلي بالك السطر ده انا عملت فيه حاجه غلط بشكل مقصود. ايه هي؟ الأربعة على ثلاثة دي ما ينفعش تبقى كده، لأن عدد قسمة عدد صحيح على عدد صحيح بتساوي عدد صحيح، يعني أربعة على ثلاثة المفروض إنها تدي لك 1.3، لا بالشكل ده كده هتدي لك 1 بس وهتشيل الكسر. هو النظام كده، قسمة عدد صحيح على عدد صحيح يساوي عدد صحيح، فالناتج هيكون غلط. عشان كده المفروض إن أنت تخلي دي 4.0 عشان تبقى قيمة عشرية، عشان يدي لك في الآخر كسر. ما تنساش الحتة دي، خلاص؟ خلصنا الانبوت، دي مرحلة الكالكيوليشن اللي استخدمنا فيها الانبوت عشان نجيب في الآخر الأوتبوت اللي هو الفوليوم، آخر حاجة إن إحنا نطلع الفوليوم من المستخدم ونطبعه له. بس هنا خلي بالك، قال لك إيه؟ قال لك then calculates and prints the volume، قال لك احسب لي واطبع لي الفوليوم round to one decimal place. في الحالة دي مش هنستخدم برنت لين، هنستخدم برنت اف. بدل ما نستخدم برنت لين نستخدم برنت اف، ونقول له the volume of a sphere percentage point one f، ودي بتشير إلى الفوليوم، المتغير اللي اسمه فوليوم. percentage point one f هتشير إلى المتغير اللي اسمه فوليوم عشان تطبعه، بس rounded to one decimal place. لو طلب منك to 3 decimal places هتخلي دي 3 بدل 1. كده أنا تقريبا خلصت، بس على فكرة إحنا مش لازم نكتب ده. أنا بس بعرفك الطريقة، إن في input وفي calculation وفي output، ومش لازم يبقوا منفصلين، يعني ممكن يبقى ده تحت ده على طول. أنت بتعمل calculation وبعدين بتطبع مباشرة. بس خلي بالك بقى من النوت دي. بيقول لك if the user enters any non-positive value، لو المستخدم دخل أي عدد غير موجب يعني أقل من أو يساوي الصفر، لازم يطلع رسالة error، error message should be displayed and nothing should be calculated. لو المستخدم دخل عدد يساوي أو أقل من الصفر، يبقى الكلام ده كده المفترض ينطبع فقط ويتحسب لو كان أكبر من الصفر. يبقى أنا هقول له if لو الـ r أكبر من الصفر الكلام ده هيتنفس. else يتنفس حاجة تانية اللي هي ايه؟ لأنه قال لك لو المستخدم دخل عدد non positive أقل من أو يساوي صفر يبقى يروح عند else. an error message should be displayed، لازم تطلع له رسالة error. تقول له ايه؟ تقول له مثلا radius cannot be less than or equal to
زيرو. بس ده حل السؤال. ده أول نوع من المسائل اللي هو مسائل المعادلات الحسابية، تمام؟ ممكن إن أنت لو أنت عايز تخليها زي ما هما بيقول لك less than or equal to zero، هي ما تفرقش، بس أنت لو قلت less than، لو الـ r أصغر من أو يساوي زيرو، المفروض إن الرسالة دي تتطبع فوق هنا. else، في else نحط ده. يبقى في حالة إن الريديوس أقل من أو يساوي الصفر، يبقى في الحالة دي بطبع له رسالة بقول له إن الريديوس cannot be less than or equal to zero، else ببدأ أعمل له بقى المعادلات الحسابية والطباعة بتاعتي. طيب ده بالنسبة للسؤال الأول. ده نوع بيجي زيه كتير. شوف هو يعتبر حله هنا صح، بس هو مراعاش اللي هي موضوع الأربعة على ثلاثة ده، هو سابها كده، هي كده تعتبر مش صح. ده برضو نفس السؤال عندي، ده يعتبر سؤال تاني. برضو هو سؤال معادلة حسابية، يعني هي مهما كانت هي معادلة حسابية. هو بيقول لك read from the user three integers ال a وال b وال c represent the length of the three sides of a triangle. تعالوا ناخده برضو لأن ممكن بعض الناس يستصعبوه. طيب احنا محتاجين ناخد قيمه من المستخدم، صح؟ يبقى احنا بنسيب سكانر، ولازم يكون في امبورت للجافا دوت يوتيل دوت سكانر، او هو طالب كلاس جديد تقريبا. لا خلينا نعمل كلاس جديد بقى. كلاس اسمه ايه؟ ترانجل اري. طيب هنا بيقول لك read from the user three integers، دي الانبوت. محتاج اقرا من المستخدم ثلاث حاجات، يبقى انا عندي سكانر input بيساوي new scanner system.in، وهنا لازم طبعا السكانر دي لازم تكون في المين ميثود، يعني لازم تعمل مين ميثود هنا. عملنا سكانر، لازم تعمل امبورت هنا java.util.scanner. طيب مطلوب انك تاخد ثلاث قيم a و b و c، والثلاثه من نوع انتجرز، هو اللي قايل لك اهو. فانت هتيجي هنا تقول له ايه؟ تقول له enter side a، int a بيساوي input.nextInt. مطلوب انك تاخد 3 sides. b و c. خدنا التلاتة. نعمل بيهم ايه؟ ده طبعا الانبوت، صح؟ خلصنا الانبوت؟ خلصنا الانبوت. في جزئية عندي بتاعت الكالكيوليشن. مطلوب فيها ان انا احسب ايه؟ بيقول لك calculate the value of semi perimeter اللي هي الاس. طب انا ليه محتاج احسب الاس؟ هل انا محتاج احسب الاس ولا محتاج احسب القانون ده؟ ما هو يا فندم القانون ده عشان حضرتك تحسبه لازم هيبقى عندك مجهول ال a وال b وال c وكمان الاس. فهو كخطوه مبدئيه تحسب الاس الاول عشان تقدر تدخلها في القانون الثاني. يبقى انا عندي في الكالكيوليشنز أول حاجة الاس اللي أنا بعرفها بقول له مثلا دبل اس بيساوي a زائد b زائد c على 2. ليه أنا خليت الاس من نوع دبل؟ لأن العملية دي فيها قسمة، ممكن يكون فيها كسور، تمام؟ ممكن يكون فيها إيه؟ كسور. طيب هل تفتكر إن أنا محتاج إن أنا أعمل زي السؤال اللي فات ويبقى موجود في هنا مثلا عدد عشري او هنا عدد عشري؟ مطلوب. ليه؟ لان ممكن ال a زائد ال b زائد ال c، طبعا دي قيمه على بعضها هتبقى انتجر، هتتقسم على 2 اللي هي عدد انتجر، فلازم يطلع الناتج عدد انتجر. فالمفترض ان انا اخلي دي بدل ما هي 2 اخليها 2.0.
برضو بنفس طريقة المثال اللي فات عشان ما يحصلش عندي خطأ في النتيجة. في حد هيقول لي انا مش مصدق الكلام بتاعك، الكلام بتاعك مش مظبوط. شوف تعالى كده نطبع الاس، لو انا دخلت الايه 2 والبي 3 والسي 2 كده بقوا كام؟ بقوا 7 على 2 المفروض يدي لي 3.5. هل هيديني 3.5؟ اداني 3. يبقى في غلط، لازم انت تراعي الغلط ده، انت مطلوب منك انك تراعيه. لو احنا عملنا كده لا الوضع هيختلف. شايف اختلف ازاي؟ يبقى احنا لازم نراعي الجزئية دي ولازم ناخد بالنا منها كويس جدا. دي اول جزئية في الكالكوليشنز خلصناها. الجزئية التانية فين؟ اهو خلصنا الجزئية دي اللي هي بتاعت السيمي بريمتر. بعد كده calculate and print the area of this triangle rounded to one decimal place، يعني مطلوب انك تطبع الاريا، تحسبها وتطبعها مقربة الى اقرب قيمة عشرية. يبقى انت هتيجي هنا وتقول له double area بيساوي math dot squared s في s ناقص a في s ناقص b في s ناقص c. ولازم يكونوا بين اقواس، لازم لازم. ليه؟ لأن لو مش بدون أقواس ممكن يحصل خطأ، تمام؟ لأن ممكن لو من غير أقواس يدي أولوية لعملية الضرب دي الـ A في الـ S، ما يديش أولوية لعملية الطرح، لكن القوس هيدي أولوية لعملية الطرح. يبقى ده ماس دوت سكيرت. ليه الكلام اللي تحت الجذر كله مظبوط. اخر حاجه جزئيه الاوتبوت، لانه قال لك print the area of triangle rounded to one decimal places، هنشوف الملاحظه دي بس في الاخر. يبقى احنا هنا محتاجين الاوتبوت. في الاوتبوت هتقول له ايه؟ print if the area of triangle is percentage point one if، وهنا فاصله وتحط له الاريا. سؤال مفيش فيه اي حاجة، سهل، فاضل بس ان بيقول لك if the user enters any non-positive value اقل من or equal to zero an error message should be displayed، ومفيش حاجة هتتحسب. يبقى المفروض ان دول يكونوا مع بعض. نقول له شرط هنا if لو ال a اكبر من الزيرو and ال b أكبر من الزيرو and ال c أكبر من الزيرو، لازم التلاتة يكونوا أكبر من الزيرو. في الحالة دي اعمل الكلام ده، else. أما لو ما كانش كده يبقى اطبع رسالة قول له all sides must be greater not be less than or equal to zero. بس كده. زي ما قلت لك هي مش صعبة، هي بس فيها خطوات معينة لازم نعملها. هو زي ما قلت لك ما رعاش الجزئيه دي برضو. لا هي ورعاها هنا. هو عمل ايه؟ هو بدل ما يعمل اللي انا عملته ده، هو عمل كاستنج للبسط. هو صح، هو خد البسط ده عمل له كاستنج بالطريقه دي، حوله لدبل. فهو كده اللي تصرفه المره دي هو تصرف صحيح. ده نوع تاني من المسائل عايزين ناخده برضو، يعني ده نوع تاني
المسألتين اللي في الأول كانوا نوع واحد بس اللي هو مسائل المعادلات الحسابية، ده بقى نوع تاني اللي هو إيه؟ اللي هو بيقول لك read from the user write java program، ما طلبش منك كلاس معين، أنت برضه هتعمل له كلاس أيا كان اسمه، سمي له كلاس أي حاجة. قول له مثلا إيه؟ my program. Reads from the user an integer n representing the number of values she أو he wants to enter. يبقى أنت أول حاجة هتقرأ من المستخدم n، تمام؟ ده اللي هيعبر عن عدد القيم اللي المستخدم لسه هيدخلها، يعني المستخدم لسه هيدخل قيم، بس في أول سطر أو في أول حاجة إحنا هناخد بس الرقم، يعني مثلا المستخدم يدخل 5 هنا في n. ان 5 معنى كده ان المستخدم عايز يدخل 5 قيم، او ان دي 10 معنى كده ان المستخدم لسه هيدخل 10 قيم. يعني كأن واحد داخل على المكتب عندك بيقول لك لو سمحت انا عايز ادخل 10 قيم، فتقول له ها مليني القيمه الاولى، وبعدين مليني القيمه الثانيه، وبعدين مليني القيمه الثالثه. او ممكن يقول لك، يجي لك المكتب برضو يقول لك انا عايز امليك مثلا 100 قيمه، فانت تجهز 100 ورقه لانه هيمليك لسه 100 قيمه. فالعدد اللي هو الان ده عدد مبدئي انت بتحدد فيه عدد القيم اللي لسه المستخدم هيدخلها. يبقى انت هتقول له في الاول اهو زي كده enter the number of values، فالمستخدم يدخل 5، تبدا بقى تقول له enter the values، دخل لي القيم نفسها، فيدخل لك 1 2 3 4 5 قيم. يبقى اول حاجه انا محتاج اقرا منه هو عايز يدخل كام قيم، فهقول له ايه اول حاجه؟ طبعا محتاجين سكانر. ومحتاجين نعمل هنا import java.util.scanner، صح؟ طيب هتيجي هنا تقول له ايه؟ تقول له enter the number of values، وخلي بالك دي print مش print len. ليه print؟ لان احنا بناخد القيمه في نفس السطر، طالما بناخدها في نفس السطر مش في السطر التالي بنستخدم print مش print len، في الامتحان مش هتفرق كتير. طيب اجي هنا اقول له int n لان هي قيمه integer، ما هو قال لك ايه integer n بيساوي input.next int. دي اول قيمه انا هاخدها من المستخدم اللي هو انت عايز تدخل كام قيمه بالظبط، فيقول لك انا عايز ادخل 5، عايز ادخل 6، عايز ادخل 7. بناء عليها هعمل for loop، خلي بالك انها for loop، هتلف منين؟ من اول i بيساوي 1 لحد i اصغر من او يساوي n، وبعدين i بلس بلس. ليه انا عملت كده؟ لان انا لو هو دخل لي 10 هلف من 1 ل 10 يعني 10 لفات، لو هو دخل لي 5 هلف من 1 ل 5 يعني 5 لفات، لو دخل لي 100 هلف من 1 ل 100 يعني 100 لف، فانا بلف بالعدد اللي هو دخله في الاول. عشان كل مره اقول له ايه؟ اجي هنا اقول له السطر اللي بعده بقى enter the values، enter the values print print مش print len، وعايز اخد من المستخدم ال values، اعمل ايه؟ اقول له int values بيساوي input.next، ها next ايه؟ next integer، لأن هو قال لك read from the user n integer values يعني قيم كلها integer. يبقى الفور دي هتلف حتى لو لفت 100 مرة هتاخد 100 قيم من المستخدم، طب لو لفت 5 مرات تاخد 5 قيم من المستخدم. بس خلي بالك بقى من نقطة مهمة ممكن تنقص فيها، تفتكر دي جوه اللوب ولا قبل اللوب؟ السطر ده بس اللي هو سطر الطباعة، لو تلاحظ هتلاقي ان الخمس قيم احنا خدناهم من المستخدم ادا 1 ادا 2 ادا 3 ادا 4 ادا 5، معنى كده ان هم في اللوب القيم اللي هاخدها من المستخدم، لكن السطر ده انطبع مره واحده ولا 5 مرات؟ هي مره واحده بس، يبقى ما ينفعش ان هو يكون داخل اللوب، لان داخل اللوب هينطبع 5 مرات، فلازم يكون قبل اللوب. لكن القيم اللي هاخدها من المستخدم كل مره عايز اخد قيمه جديده، فلازم تبقى ايه؟
جوه اللوب. طيب لما اخد القيمه من المستخدم، ما هي في اللفه اللي بعدها هاخد قيمه جديده، فالقيمه القديمه هتتمسح، يبقى لازم قبل ما تتمسح القيمه اعمل عليها عمليه. هو عايز ايه؟ تعال نشوف هو عايز ايه. read from the user n integer values. خلاص يا عم احنا كده دخلنا اللوب وبدأنا نقرأ القيم ومستنيين منك، هنشوف بقى انت عايز ايه دلوقتي. ها counts and prints the number of values. ها counts and prints the number of values divisible by 2 or 3 or both. يعني ايه يا عم؟ يعني عد لي واطبع لي عدد القيم اللي بتقبل القسمة على 2 او 3 او الاثنين مع بعض، 2 و 3 يعني. طب ما هو العشرة بتقبل القسمة على الاثنين والتلات، الستة لا العشرة بتقبل القسمة على الاثنين ما بتقبلش القسمة على التلاتة، يبقى محسوبة. الستة بتقبل القسمة على الاثنين والتلاتة تبقى محسوبة. الخمسة لا بتقبل القسمة على الاثنين ولا على التلاتة مش محسوبة، والحداشر لا بتقبل القسمة على الاثنين ولا على التلاتة. التسعة بتقبل القسمة على التلاتة، يبقى أنا عندي أداة واحد أداة اتنين أداة تلاتة، تلات قيم أهو. There are three values divisible by two or three. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج هنا كل ما اخد قيمة اجي هنا شيك عليها، اقول له اف، خلينا نسميها فاليو بس مش values، اف فاليو modulus 2 equals equals 0 or مش and or value modulus 3 equals equals 0. انا هنا بشيك لو العدد بيقبل القسمة على الاثنين او بيقبل القسمة على 3، يبقى اقول له هنا count plus plus، زود لي العداد بواحد. في حد هيقول لي احنا ما عرفناش المتغير اللي اسمه count، هقول لك سهل، تعال هنا فوق او هنا قول له int count بيساوي صفر. هنا عملنا عداد ليه؟ عشان كل لما الاقي رقم بيقبل القسمة على الاثنين او التلاتة ازود العداد بواحد. كده خلصنا الفور لوب، مش عايزين حاجه جوه الفور لوب، لان الفور لوب دي هدفها ان انا كل مره باخد من المستخدم قيمه، وكل مره القيمه دي بشيك عليها هل هي بتقبل قسمة على الاثنين او الثلاثه، في الحاله دي زود لي العداد بواحد. في الاخر خالص عايز اطبع السطر ده، اطبعه ازاي؟ بنفس الطريقه كده، اجي بعد اللوب لانه بينطبع مره واحده ما ينفعش جوه اللوب، اقول له ايه؟ there are كام فاليو؟ اجي هنا اعمل زائد واقول له كاونت، لان كاونت فيها عدد الفاليوز. فاليوز ديفيزابل باي 2 اور 3 اور بوث. بس كده في حاجة تانية؟ مفيش حاجة تانية. تعالوا نجرب. خمسة أم قايل لي enter the values، هقول له عشر وست وخمس وحداشر وتسعة. أم قايل لي there are three values divisible by two or three or both. ده كده يعتبر نوع تاني من المسائل. كلمة نوع تاني من المسائل إن مش لازم تجيلك المسألة بنفس الطريقة، ممكن تجيلك مختلفة شوية، بس أنا بتكلم على المسألة اللي بيطلب فيها إن في الأول وبعد كده يرجع يطلب منك انك تدخل values. المسألة دي دايما احنا بنحتاج ان احنا ندخل n في الاول وبعد كده نلف نعمل loop بتلف من واحد لحد n، دايما في النوع ده من المسائل بنعمل كده. طيب تعالى ناخد النوع اللي بعده. هو ده نوع تاني من المسائل بس ده انا حليته في فيديو، يعني يمكن الصورة دي متاخدة حتى من الفيديو. دي مسألة، ده مش نوع تاني، دي مسألة المعادلات الحسابية برضه. ودي خدناها. خدناها بس هو طالب هنا بس السيمي بريمتر، مش طالب حاجة تانية، يعني طالب السيمي بريمتر بس. ترانجل سيمي بريمتر، أسهل من اللي إحنا خدناها، لأن هي عندك معادلة حسابية وأنت بتدخل له كإنبوت 3 انتجرز A وB وC. وبتحسب الناتج راوند تو 1 ديسيمال بليسز وعندك النوت اللي احنا عملناها مرتين. تقريبا هو حللها هنا يعني.
ده نفس المثال اللي احنا خدناه. تمام، ده يعتبر مثال تاني بس احنا خدناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات، يعني هتلاقيه موجود في فيديو من الفيديوهات، موجود تفصيليا يعني. ده يعتبر مختلف شوية، تعالى ناخده مع بعض. بيقول لك برضو رايت جافا بروجرام، ما قالكش اسم البرنامج، طبعا محتاجين نعمل امبورت للجافا دوت يوتيل دوت سكانر لانه طالب انبوت من المستخدم. هنا ريد فروم ذا يوزر تو انتجرز اكس وواي. شوف بقى، هو طالب من المستخدم اتنين انتجر اكس وواي اهو. انتر ذا ستارت فاليو اللي هي اكس، انتر ذا اند فاليو اللي هي 9. المستخدم ممكن يدخل هنا قيمه وهنا قيمه مختلفتين، مش لازم نفس القيم. تمام، بعد كده بيقول لك read from the user in integer values. انا شايف ان دي ملهاش لازمه هنا الجمله دي. calculates and prints the sum of odd values. odd يعني الاعداد الفرديه، وعايزك تكالكوليت وتطبع مجموع الاعداد الفرديه اللي هي الاعداد الفرديه اللي هي not divisible by 2، يعني ما تبقاش القسمه على الاثنين. between x and y inclusive. inclusive يعني من ضمنهم الاكس والواي. طبعا هنا يقول لك assume that the first integer is always less than or equal to the second integer. يعني افترض ان دايما العدد ده اقل من او يساوي العدد ده، يعني عشان يبقى الموضوع ايه، ما تفضلش انت تشيك هل ده اكبر، هو مش عايزك تشيك. افترض ان the input and output of your program should be like the following. ال input وال output يعني شكل المثال ده، ان انت لو دخلت مثلا 3 ودخلت 9، فمطلوب ان هو يطبع مجموع الاعداد الفرديه من 3 الى 9. تعالوا نجرب كده. يعني عندك طبعا قال لك ال 3 وال 9 من ضمنهم لانه قال لك انكلوزيف، يبقى 3 زائد 5 زائد 7 زائد 9. انت عندك 3 و5 8 و7 15 و9 24، فقال لك ان الناتج 24. نحلها ازاي دي؟ اهم حاجه تقرا السؤال كويس عشان تعرف انت هتحل ازاي. read from the user two integers x and y. يبقى انا مطلوب مني هنا ان انا اعمل سكانر input بيساوي new scanner عليها درجه. اول حاجه تكتبها من غير تفكير، بعد كده ابدا اقول له enter the start value، خليها print مش print len، int x يساوي input.nextint. زي ما عملنا الاكس هنعمل الواي، end value y. ليه انا بقول لك ان ده يعتبر مثال مختلف؟ لان المفروض ان احنا هنلف من اول اكس لحد واي، يعني احنا هنعمل لوب فور لوب. الفور لوب دي بتلف من اول فين لحد فين؟ المفروض انها هتبدأ من اول العدد ده لحد العدد ده، لان انا لو عندي نقطة البداية 3 ونقطة النهاية 9، يبقى انا عايز لوب تلف من هنا لحد هنا، فهعمل فور لوب هتلف من هنا لحد هنا. تمام، هقول له مثلا فور انت اي بيساوي اكس واي اصغر من او يساوي واي واي بلس بلس. في حد هيقول لي انت المفروض انك بدأت من اكس اللي هي نقطة البداية وانتهيت عند واي اللي هي نقطة النهاية، المفروض انك تزود كل مرة 2. هقول لك لا، مش هينفع نزود 2، وهقول لك كمان شوية ليه. طيب احنا هنعمل لوب، اللوب دي هتلف على العناصر، تمام، على العناصر كلها، وهتبدأ تختبر تشوف فين الأعداد الفردية بس وتجمع الأعداد الفردية دي بس. وعشان احنا هنجمعها يبقى لازم نعرف هنا متغير اسمه سم بيساوي صفر. هاجي بقى جوه اللوب اشيك على الاعداد الفرديه، اقول له الاعداد الفرديه لو الاي
مودلس 2 لا يساوي صفر. خلي بالك لو احنا عايزين نشيك على الاعداد الزوجيه هنقول له يساوي يساوي 0. لو عايزين نشيك على الاعداد الفرديه هي التي لا تساوي ايه؟ 0 بالشكل ده، المودلس بتاعها لا يساوي 0. تمام؟ في الحاله دي العدد بيكون فردي، وفي الحاله دي هقول له sum plus equal i، يعني زود لي على الصم i. في حد مش فاهم؟ انا اقول لك، انا هنا بلف على الاعداد كلها، مثلا لو المستخدم دخل هنا 3 والمستخدم دخل هنا 9، يبقى انا بلف على من 3 ل 9، هيبدا يشيك على كل الاعداد لان انت بدات من 3 لحد 9 وكل مره بتزود واحد، فهتشيك على كل الاعداد. هو بيشوف فين الاعداد الفرديه بس، يعني ده مش هيعدي الا العدد الفردي، يعني العدد 3 عدد فردي، تمام ده هيعديه، وهيقوم واخد الاي اللي هي 3 يجمعها على صم، فاصبحت صم فيها 3. في اللفه اللي بعدها 4، 4 مش عدد فردي فمش هيعديه. اللفه اللي بعدها 5 عدد فردي هيعديه، هيزوده على صم، فصم هتبقى 3 و5 يعني 8. اللفه اللي بعدها مش هيعديه، ولكن لو الاي ب7 هيعديه من الاف دي، فهتبقى ال7 زائد صم اللي هي 8 بيساوي 15. في اللفة اللي بعدها مش هينفع، اللفة الأخيرة هتبقى 9، هيجمعها على صم هتبقى 15 و9 24. يبقى في الآخر صم دي هيكون فيها المجموع الكامل اللي هو كام؟ مثلا 24. كده خلاص احنا خلصنا الفور لوب. بعد الفور لوب بقى عايزين نطبع الرسالة دي، لأنها ما تتطبعش جوه الفور، تتطبع مرة واحدة. فهقول له إيه؟ sum of odd values between them is، اقول له 24 ولا اقول له صم؟ ممتاز، مش هقول له 24 لان هي مش كل مره هتبقى 24، اقول له كام؟ اقول له صم. طب دي فاصله ولا علامه زائد؟ طبعا علامه زائد لان احنا بنستخدم برنتلين. تعالوا نجرب، لو دخلت هنا 3 دخلت هنا 9 قال لي the odd sum of odd values between them is 24. بعتبره نوع تاني من المسائل لان انت بتدخل الاكس والواي واللوب بتاعتك بتفضل تلف من اول اكس لحد واي، وممكن يحصل هنا عملية حسابية او ممكن يحصل حاجة مثلا زي شرط معين، غالبا بيحصل شرط. ممكن يجي يقول لك هات لي مجموع الأعداد الزوجية. في الحالة دي مش هنقول له لا يساوي، هنقول له يساوي يساوي. لكن لو الأعداد الفردية هنقول له لا يساوي. طيب، هنا ما ينفعش إن احنا نقول له إكس تبدأ من إكس وبتنتهي عند واي وأي بلس إيكوال تو، يعني ما ينفعش كل مرة نزود 2. ليه ما ينفعش كل مرة نزود 2؟ لأن لو المستخدم حط بدل 3 و9 حط 2 و10، هيبدأ من 2 وهينتهي عند 10 وكل مرة هيزود 2 فهيجيب الأعداد الزوجية. لا، إحنا نجيب كل الأعداد ونبدأ نختبر هنا نشوف هو عايز عدد فردي ولا زوجي. ممكن سؤال تاني يطلب منك الماكسيمم نمبر بتوين تو نمبرز، يعني هنا هو طالب مجموع الأعداد اللي بينهم. لا، ممكن يطلب منك الماكسيمم، يقول لك أنا عايز الماكسيمم. في الحالة دي هتقول له انت ماكس بيساوي 0، وهتيجي هنا تقول له if i اكبر من الماكس خلي الماكس بيساوي i، وهتقول له the maximum number is max. طبعا الماكسيمم نمبر هو هيكون اخر نمبر اللي هو 9. يعني لو دخلنا 3 و9 ادالك 9 لان هو الماكسيمم نمبر. فهو عموما نوع من المسائل، يعني ممكن يجي لك مساله يكون فيها اختلافات بسيطه عن المساله دي. ده خدناه قبل كده. طيب، كان في مثال تاني انا كنت عايز برضو، مش موجود في الملف ده لان الملف ده خلص كده. كان في بقى مثال نوع تاني من المسائل،
ده يعتبر النوع بتاع المسائل الحسابية، ده كمان بتاع المسائل الحسابية. ده مسائل حسابية، ده اللي قلت لك خدناه قبل كده. ايوه، ده نوع تاني من المسائل. ده بقى يعتبر نوع تاني من المسائل. ليه؟ لان هنا بيقول لك enter the value سالب واحد to stop the program. sentinel value اللي هي قيمة توقف. يعني ايه قيمة توقف؟ يعني انت داخل لي المكتب ومعاك شوية ملفات، بتقول لي انا عايزك تدخل لي الملفات دي على الكمبيوتر. طب يا عم انت معاك كام ملف؟ انا ما اعرفش، ما عدتهمش. طب قول لي، طيب دول 30 ولا 40 ولا 50؟ يقول لك ما اعرفش، هما زي ما هما كده. معنى كده ان انا ما اعرفش عدد القيم اللي هتدخل. امال امتى اللوب هتقف؟ هتقف لما المستخدم يدخل مثلا قيمه زي سالب واحد. دي قيمه التوقف اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها السنتينل فاليو. هو برضو بيقول لك read from the user many real values، العديد من القيم. ما قالكش 50 قيمه ولا 20 قيمه، قال لك many real values represent GPAs of students in a class. ماشي يا عم. Calculate the GPA average، مطلوب انك تجيب ال average of the class and print it rounded to two decimal places. يعني المطلوب انك تحسب ال GPA average. طبعا ال average يعني مثلا هو هنا enter GPA student سالب واحد to stop. عايز اقول لك ان ال average يعني لو قلت 3.1 زائد 2.7 زائد 1.5 زائد 3.9 زائد 1.8، وقلت دول على عندك 1 2 3 4 5 5 بيساوي 2.6 اللي هو 62%، يعني اللي هي دي اللي هي 2.60. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ ما قالكش اسم كلاس ولا حاجة، خلاص امسح الكلام ده خلينا هنا. طبعا لازم نعمل سكانر، ولازم سكانر برضو نعمل اوبجكت ده، لان احنا هناخد قيمة من المستخدم. تمام، اللي هو ان انت هتقرأ من المستخدم many real values represent GPAs اللي هما دول. طيب انت كده محتاج وايل لوب، محتاج، ما ينفعش فور لوب، لازم وايل لوب. مبدئيا انت عارف كويس ان انت محتاج فاريبل اسمه السم. ليه محتاج فاليبل اسمه الصم؟ لان انت طالما بتستخدم الافريج فانت محتاج تجمع الحاجات دي وفي الاخر تقسمها على 2. ما هو الافريج هو عباره عن ايه؟ المجموع قسمه العدد، صح؟ فانت محتاج تعمل متغير اسمه صم تدي له القيمه المبدئيه صفر. ومش بس كده، انت كمان عندك في اللوب اللي فيها سنتينال فاليو مفيش فيها كاونت، يعني مفيش فيها طريقه تعرف انت منها عملت كام لف. فلازم كمان نعمل متغير انت كاونت ونديله القيمه المبدئيه برضه صفر. نبدا بقى نعمل الوايل لوب. بس قبل ما نعمل الوايل لوب، السطر ده تفتكر كده ان هو قبل الوايل ولا داخل الوايل؟ خلي بالك هو ما بيتكررش. ممتاز، طالما ما بيتكررش يبقى هو قبل الوايل. نبدا نقول له enter جي بي ايز اوف ستودنتس انتر سالب واحد to stop your program. تمام، وهبدا اخد بقى القيم دي من المستخدم. طبعا هي قيم فيها خانه عشريه يبقى هي من نوع دبل. تمام، ابدا اقول له دبل جي بي اي بيساوي input dot next دبل كده. في واحد هيقول لي انت قلت لنا ان احنا القيم هناخدها داخل اللوب لان هي بتتكرر بالشكل ده اهي كذا مره. هقول لك ايوه، بس بناخد قيمه واحده منهم قبل الوايل لوب.
لان الجي بي اي المتغير ده احنا محتاجين نستخدمه في الوايل لوب نفسه، عشان نيجي في الوايل لوب هنا نقول له وايل الجي بي اي لا يساوي سالب واحد اللي هي السنتنال فاليو. اعمل ايه لو لا يساوي سالب واحد؟ افضل لف. يبقى انا هبدا اخد قيم هنا داخل الوايل لوب واقول له افضل لف طالما ان الجي بي اي لا تساوي سالب واحد. بس عشان احطها جوه الوايل لوب لازم الاول اعرفها قبل الوايل لوب واخد قيمه واحده بس. يبقى السطر ده بيتكرر مرتين، مره قبل الوايل لوب ومره في اخر الوايل لوب مش في اولها. احفظ كده خلاص تمام. طيب وجوه الوايل لوب ابدا اعمل العمليه اللي انا عايزها زي عمليه صم، يعني انا كل مره باخد قيمه جديده للجي بي اي اقول له صم بلس ايكوال جي بي اي. كل مرة باخد جي بي اي جديدة وكل مرة بجمعها على صم، بحيث ان انا اقدر اخد كل القيم اللي دخلت، خدت القيمة دي اجمعها على صم، خدت القيمة دي اجمعها على صم، خدت القيمة دي كل قيمة بتاخدها اجمعها على صم، بحيث ان صم في النهاية يبقى فيها مجموع الجي بي ايز. لو المستخدم دخل سالب واحد بيخرج من الوايل لوب. ما تتخضش قوي من شكل الشرط، احفظ شكل الشرط بالطريقة دي، لانه دايما لما بيدي لك سنتنال فاليو ممكن يدي لك سالب واحد او صفر. لو ادالك صفر او واحد بتعملها بنفس الطريقه دايما، فما تتخضش قوي من شكلها. هي كل الموضوع في الوايل لوب بتاعت السنتنال فاليو هي الوايل لوب دي اهي. ده شرط التوقف، انه بيدي لك شرط لو حصل بتخرج من اللوب، ودايما بيكون الانبوت موجود قبل اللوب وفي اخر اللوب واي عمليه حسابيه في النص. طيب تمام، اجي هنا بقى خلاص انا خلصت كده، احنا خلصنا تقريبا. هنيجي بس، ما هو خلاص الصم فيها المجموع النهائي. اجي في الاخر احسب ايه؟ احسب الافريج. بس في حاجه ناقصه اللي هي ايه؟ عشان انا قلت لك ان الوايل لوب دي ما بتعدش عدد اللفات، يعني ما تعرفش ان عندي كام رقم، 1 2 3 4 5 ما تعرفش. يبقى انا محتاجه اجيب هنا الكاونت اقول له كاونت بلس بلس. ليه؟ عشان لما اجي اقول له دبل افريج بيساوي صم على العدد اللي هو الكاونت، صم من نوع ايه؟ من نوع دبل، وكاونت من نوع ايه؟ من نوع انتجر. يبقى ده دبل على انتجر مش انتجر على انتجر، يبقى انا مش محتاج اعمل كاستنج، هي كده بس. في الاخر هطلع له رساله اقول له جي بي اي افريج of the class is average. تعالوا نجرب. في حاجة ناقصاني اللي هي ايه بقى؟ ما خدناش بالنا منها، اللي هو قال لك and print it round to two decimal places. هنا احنا محتاجين ما تكونش system.out.print لان تكون .print if، وهنا percentage point to if، ودي فاصلة مش علامة الزائد. الشكل ده جه قال لك 2.60 زي ما هو قال لك هنا 2.60. يعني دي كانت مجموعه من الانواع المختلفه من الاسئله، لان خلي بالك ممكن سؤال يجي لك زي ده في سنتنال فاليو بس يكون مختلف شويه، يعني يطلب منك انك تدخل مجموعه من القيم وعايز اكبر قيمه، اعملها ازاي؟ وخلي بالك ممكن جدا مرشحه جدا انها تيجي، مش عايز الافريج هو عايز الماكسيمم، هتعمل ايه؟ تيجي هنا بدل ما تحسب الصم والكاونت، انت مش عايز تحسب الصم والكاونت، انت عايز تقول له اف، تعمل هنا الاول متغير اسمه بدل الصم ماكس، والكاونت ده مش عايزينه خالص. تيجي تقول له والله لو الجي بي اي اكبر من الماكس خلي الماكس بيساوي الجي بي اي،
بس. شفت الموضوع بسيط قوي. ده مش عايزينه. شكرا. ومش لازم برنت اف قوي، بس عايز برنت اف. اوكي مفيش مشكلة. The maximum number is max. بس كده. ده لو عايز الماكسيمم نمبر بين مجموعة من الأرقام، تدخل مجموعة أرقام وعايز الماكسيمم الماكسيمم بينهم. طبعا الماكسيمم هنا هو 3.9. اهو 3.9، وحطها لك في خانتين عشريتين لانك طالب منه خانتين عشريتين. ممكن يطلب منك المينيمم برضه، هي الماكسيمم زي المينيمم، بس الفرق ان المينيمم دايما يعني في الماكسيمم بيدي لك، المفترض ان احنا بنفترض اقل قيمه ماشي. لكن المينيمم هو في البدايه يقول لك ان اقصى رقم ممكن يكون للاعداد دي مثلا هو 1000، فبتبدا انت تحط مينيمم يدي لك في السؤال كمعطى، يقول لك أقصى قيمة ممكن تكون معطاها هي 1000، فبتحط المينيمم إن هو 1000، وتبدأ تقول له والله لو الجي بي إيه أصغر من المينيمم خلي المينيمم بيساوي الجي بي إيه، وفي الآخر بنطلع المينيمم. وبرضه نفس السنتينال فاليو هي سالب 1، مش بقول لك ده ما بيتغيرش، يعني انت ممكن حتى تحفظ الجزء ده زي ما هو لو انت متلخبط فيه شويه، تدريجيا مع التمرينات هتلاقي نفسك بالنسبه لك الموضوع سهل. بالشكل ده انتهينا من حل بعض مسائل كانت موجوده سابقا للاختبار العملي. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في اختباركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.